نزل ما لقاش حد مشي. جايزة الأوسكار اللي هي المسابقة الغير رسمية، بقول صح؟ لك ايه، مسابقة غير رسمية. بيشتغل احنا في لوحده. بريك، بس عشان احنا في بريك فبحضر معاك، حاضر يا عم. عشان ما اجيش في الحلقة احس انك قلقان مني. لا انا مش قلقان. 5 4 3 2 1. النجم هاني رمزي معروف انه اعلى اجر في الفنانين الكوميديانات كلهم، كويس؟ اللي رشحك لده هو فيلم واحد غبي منه فيه، رغم ان الافلام التانية كلها فشلت، الفيلم ده علم مع الناس جدا. لا هو كل الافلام فشلت. كل الافلام. انت بتقيس الفشل بايه يا هاني؟ انت بتكلمني بجد امال ايه؟ يا جماعه؟ يا طارق قول لي انت عايز ايه وانا اظبط. ما انا قلت لك الافلام كلها نجحت، قلت لي لا فشلت. يا عم انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ انا مش فاهم. انا بتكلم جد، انا عايز ابقى مرايتك، عايزك تحس ان انا خايف عليك، فقول لي وانا كمان خايف تعالى عليك. نتفق ما انا انت هقول عايز لك، تقول انا ايه. هقول لك، انا هقول لك، انا اتفضل. كمان خايف عليك. تعرف انا لو اتضايقت منك الناس هتتضايق منك. لا انت لطيف على فكره، انت لطيف جدا يا وانت هاني، عسل، ده انت بتنقط سكر كده. ربنا يخليك. انا بقول لك لو انت ضايقتني اكيد الناس هتتضايق منك، وانت برضه لازم تطلع لا مذيع ما هو مش لذيذ و يا هاني، مش كل الناس بتحبك يا هاني، في ليك سوري يا جمهور. طارق. يعني واضح ان في حاجه انا مش فاهمها او انت ايه هو مش المكتوب فاهمها. عندك في الاسئله؟ طيب اه يا طارق، هم اللي كاتبين لي الحاجات دي. انا كاتبين لي ان في 5 افلام نجحوا وخمسه فشلوا، وهاني في البريك معلش، ما قال هو لي برضه كلهم، السؤال ما قال لي ينفعش كده، يعني ممكن في الاسئله يبقى بشكل ايه افضل. اللي فشل عندك؟ ايه اللي مكتوب؟ اللي فشلوا صعيدي في الجامعه الامريكيه، فرقه بناته بس، صعيد رايح جاي، محامي خلع، عايز حق، جواز بقرار تصدق جمهوري، ان ابو دول العرب. انجح افلام؟ طيب بص يا هي، بص يعني طب اقول لك طب ايه خلاص، بس، يا اشطب حول عليهم، الله يا اشطب رب. عليهم. مكتوب يا عم عندك كده اهو. غلط ان انا اقول على افلامي انها اشطب. ناجحه، وغلط ان انا اقول لك انها فاشله. طب اقول ايه؟ ما تقول، خلاص انا ما اقولش حاجه بلاش زي كده. اكسبريشن فاشله وكده. انسى، ممكن انسى السؤال ده، انساه تعبه. خالص، انساه خالص، انساه خالص. طب انا ليا مفرداتي برضه يا انسى طارق. السؤال ده خالص، خلاص. ولا انتوا بتحجموني يا جماعه، بتحجموني. قول انت لي، طب قول لي عايز تاخد راحتك في يا الاسئله عمرو، وكده؟ ممكن تكون ما نجحتش، ما تقولش فشل. ماشي. لا والله. ما بحبش تزويق الكلام على فكره، يعني لا خد راحتك، بس سيبني انا بقى اخد راحتي. خد راحتك، اوكي؟ انت نجم، خد راحتك. انت نجم يا هاني، انا عم انت مش نجم. نجم يا عم، مش نجم يا عم. نجم دي انا يعني كلنا بنحبه، ربنا مهما يكرمك. عمل كلنا بنحبه. لا انا ما بعملش حاجه وحشه، بس يعني لو انت ما فيش هتتطاول حاجه وحشه، في بس هي حاجه ولا الافلام بتاع اللي ما نجحتش هترى دي ما فيش حاجه وحشه، يعني ما فيش حاجه شخصيه، بس في حاجه فنيه، في افلام ما نجحتش لازم نتكلم فيها، نقول ما نجحتش ليه، يا عم انت عشان ليه الجيل مصر على. الجديد يستفيد. طيب يلا ماشي. 5 4 3 2 1. ايه انت نجم ثانيه واحده، يعني بتبلفني مثلا ايه في وسط الكلام؟ 5 4 3 2 1، ما في حاجه اسمها حق. عشان نفضل محافظين على ايقاع الحلقه بس، مش اكتر. طيب بس لو امكن بعد اذنك نقي الفاظك. اسال. ما طيب هي ما انا، انا هجاوب بصراحه، والله العظيم هجاوب ما بصراحه، انت مليتني حاجات بحلف لك هقولها. بالله العظيم هجاوب بصراحه. انا ما بخبيش حاجه، ولو في حاجه فشلت هقول لك فشلت، لو في حاجه نجحت امانه هقول لك نجحت. امانه امانه. خلاص، ويا ريت خلاص، تلغي بقى الاسئله ديت اللي هي نلغي الاسئله دي ونتكلم، نتكلم كده صداقه. نتكلم. طب اراجع لان حاجه واضح واحده ان بس، من البدايه خالص المسائل لا ضايعه. نلغيهم، هراجع حاجه فيهم ونتكلم صداقه. راجع اللي انت عايز تراجعه، اللي ذاكر ذاكر. فكره الغنى واستمرار، فكرة الغنى. انت قلت ايه؟ طب ثانية واحدة. انا براجع حاجه بس، هلغي الكلام ده، مش نتكلم طيب منه، هنتكلم صداقه. ماشي اوكي. يقلد جيم كاري، ماشي. فايف فور ثري تو وان. النجم هاني رمزي عايزك تفتح قلبك. تحت أمرك. جمهورك عاتب عليك في حاجه، هي مش حاجه كبيره، عاتب ان اغلب الافلام فشلت وفيلم واحد او اتنين هم اللي نجحوا. هم شايفين جواك طاقه اكبر من كده، بتوديها فين الطاقه دي؟ مش عارف. امال مين اللي عارف؟ احنا بنحبك وعايزين نعرف الطاقه دي بتروح فين. الطاقة. الطاقة بتروح فين؟ يعني يا عم انت ابو سيدك.
ممكن تلغي السؤال ده؟ الغي ايه؟ ستوب ستوب ستوب. الغي السؤال ده. نلغي سؤال ايه؟ بتاع الطاقة؟ بتاع الطاقة ده. طب نتكلم في ايه؟ أسامة ما هاني طب قول لي نتكلم في ايه؟ نتكلم. أنا على فكرة أنا برضو عايز أعمل حلقة قوية، يعني عايز يعني ساعدني. أنت نجم كبير وعايزك تساعدني. وأنا عايزك تساعدني برضو. أنا ساعدك؟ والله. في إيه؟ أسألك الأسئلة اللي على مزاجك، يعني أقول لك الأفلام نجحت وما نجحتش؟ يا عم قول اللي أنت عايزه، خلص الحلقة وأمشي يلا يعني. والله بس ألغي سؤال الطاقة ده. ما أنا لغيته. الطاقة راحت في إيه؟ هذا الطاقة راحت طيب. فين؟ five four three two one. هاني علاقتك بأصدقائك في الوسط الفني حاسس إن هي ناجحة؟ الحمد لله. إحنا حصل موقف صغير كده قبل التصوير إنك اتصلت بكل أصحابك كنت عايز منهم حاجة ومحدش رد عليك، حصل؟ قبل التصوير هنا؟ فعلا حصل. حصل؟ تفسر ده بإيه؟ والله مش عارف، يعني أنا نفسي اندهشت، يعني ما كانش فعلا حد بيرد عليك. أنت بتكلم أصحابك اللي معاك في الفيلم دلوقتي؟ ايوه كنت بكلم المخرج والمنتج والمساعد ايوه دي حاجه عليا، يعني ايه ما ردوش عليا، ايه المشكله؟ اكيد نجمين. عشان كده بيقولوا ان علاقاتك في الوسط فاشله. انت هتربط المكالمه دي بعلاقاتي في الاربع مكالمات؟ انت قلت المخرج والمنتج ومساعد المخرج والكوافير والسواق، اربع مكالمات. صح. حد فيهم رد؟ لا. ليه تفتكر انت ليه؟ ما هو ده دليل ان وجهه نظري صح، انت علاقاتك في الوسط فاشله. العيب عندي. طيب امتى تصلح العيب ده؟ شويه تاني كده. شويه قد ايه؟ قد ال 24 سنه اللي فاتوا؟ لا كمان نص ساعه كده. حاسس ان اللي اتكسر في 24 ساعه يتصلح في نص ساعه؟ 24 سنه تمثيل في استوديو 80. حساب كام دلوقتي؟ احنا في 2007. استوديو 80 كان سنة كام؟ استوديو 80 كان سنة 19. انت بتستهبل بقى. لا والله اصلك بتسالني سؤال اللي جاي. انت بتحاول تهرب من السؤال يا هاني. سوري انا اسف ان انا قلت لك، بس انا بعد اذنك. بعد اذنك. اتفضل. بعد اذنك ما تبص لي انا. ماشي اتفضل. بعد اذنك. انت دلوقتي معاك شوية اسئلة يظهر حفظتهم وخلصت على كده، الحلقة خلصت على كده. مش الحلقه كده؟ انا مش عارف اكمل الحلقه كده. ليه ما انا بقول لك، انا على فكره يعني بحاول اكون تلقائي معاك، يعني اسالك اسئله من بره الاعداد. لا اسال اسئله من الاعداد احسن. من الاعداد؟ يبقى افضل. طيب ماشي كل طيب. اللي فات ده شكرا صح. لو ابدأ انت عايز من جديد.